ارتفاع المهور. معاناة أخرى تضاف لمعاناة شباب محافظة دير الزور، فتردي الأحوال المادية وشبح العنوسة لم يضع حدا لارتفاع المهور في دير الزور. ومن باب ضمان حق بناتهم يطالب الأهالي بأرقام مرتفعة وليست في متناول الشباب. فسابقا كانت غرفة نوم كافية لإقناع أهل العروس باعتبارها مهرا يكتب تحت خانة المقدم والمؤخر، ولكن الآن قيمة المهور تحدد بالدولار. بالنسبة لموضوع الزواج، يعني دير الزور بشكل عام، يعني بالفترة الأخيرة والله صارت أجور الزواج يعني كثيرة حلوة. هسه على الواحد إذا يريد يتجوز مثلا بده يحط أقل شيء 10 ملايين دير سوري. بالنسبة للمهور نعاني معاناة شديدة من هذا الأمر، يعني أغلب الشباب أو أقدر أقول لك 90% يعانون من قلاء المهور. هو السبب قلة العمل ودخل ما فيه، وأغلب الشباب يهاجرون ويسافرون برا حتى يجمعون المهر. وفي ناس ميسورة الحال تقدر تبعث 40 و30 مليون و50 مليون، ولكن هذا الأمر ينعكس على الشباب اللي ما عندهم دخل وما عندهم عمل. يعني أقل مهر الفقير إذا ما عنده شيء، يعني أقل شيء 15 مليون، ولكن 15 مليون ما يوجد منها ولا ألف ليرة سوري. طيب والحل؟ يعني نعاني معاناة شديدة بالنسبة للشباب يعانون من هذا الأمر، يعني أغلب الشباب هاجروا حتى يجمعون المهور. طبعا الأخ يسألني يقول الشباب قاعد تهاجر ناس كثيرة، تهاجر طبعا من غلات المهر ومن غلات المعيشة ومن غلات طبعا الشباب تريد تجوز، طبعا بده يهاجر إجباري غصبا عنه. غرفة النوم من كم يوم ابن عمي سولف انه ب 1700 دولار، قسما بالله شيء مو صحيح، بده يهج إجباري ترزق الله بالشمنيين منين. هو امشي عنده الزواج، والزواج هسه المهر والغرف وما ادري ايش والذهب، الذهب اليوم الغرام حول 175 ألف، إجباري بده يهاجر. فما رأيك فيما نشاهده اليوم من ارتفاع بأرقام المهور؟